السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم أصدقائي، وأشرف بكم مرة أخرى، وأرحب بكم أجمل تحية. معكم زياد هادي، الأستاذ في معهد دراسات موسيقية، أستاذ آلة العود. أرحب بكم في قناتنا، قناة تعلم العود بطريقة سهلة، و الغناء العربي أيضا وطرقه، وطرق التقاسيم وطرق عزف الغناء والأغنية. ورحب بكم أجمل ترحيب. اليوم احنا موضوعنا مختلف جدا حول المفاتيح الموسيقية وكيف ترتب الأوتار. احنا عندنا هذا آلة العود، هذه آلة العود من الأسفل، المفاتيح من الأسفل راح تصير، راح أقول أيضا أوضح حتى تكون عندك. من الأسفل راح تكون أول مفتاحين دو جواب، اللي الأسفل يكون بأسفل العود يعني بأوتار الأسفل، والأعلى راح يكون صول جواب اللي هو بعد الدو جواب. ثم يصير عندنا المفاتيح الأسفل، راح يصير عندنا لا قرار الوتر الثاني من فوق، ثم الأعلى راح يصير ري اللي هو بعد الصول، وثم المفاتيح الأخرى راح تصير أدنى هنا صول قرار، ومن ثم المفتاح الأخير راح تصير أدنى قبدوغا أو الوتر الغليظ اللي هو أما نوضعه في الأعلى أو في الأسفل. إذن صار عندكم دو جواب، صول جواب، لا قرار، ري أو ري قرار، ثم أصبح عندكم الصول قرار، هذا المفتاح وهذا المفتاح، وهذا راح يكون عندنا قبدوغا. وكو بهم أنه يخلون دائما هذا المفتاح مفتاح فا الأخير طبعا. فإذا أصبح عندكم دو، أعيدها، دو جواب، صول جواب، لا قرار، ري قرار، صول، عندك هالمفتاحين صول قرار، هذا الأعلى وهذا الأسفل، وأيضا هذا راح يصير لكم قبدوغا. أنا أشرف بكم أخواني وأحبتي، وهذا كان مختصر لمفاتيح وكيف ترتب المفاتيح بترتيب. ومن الشد الأوتار دائما تبدي بالجوابات، لأن هي دائما هذه الجوابات تبدي بها، تبدي الشد يلا تلقائيا وتكمل. هذا بالنسبة للمفاتيح، المفاتيح هي دائما تشوفوها قدامكم، هذا 6 مفاتيح فوق و5 مفاتيح إلى الأسفل، 6x5 مفاتيح الأسفل. ومعظم أكو معظم مرات يثقبون يخلون مفتاح آخر فيكون عدد 12. هذا بالنسبة للترتيب، وهذا القبدو قال أول واحد، وشد الأوتار إن شاء الله راح ناخذها في درس قادم. لا تنسون أحبتي الاشتراك في قناتي، قناة أول تعلم، أول قناة عراقية طبعا لتعلم العود والغناء العربي وطرق التقاسيم وطرق الغناء. وأيضا إذا تحبون أنه تشتركون في الدورات الموسيقية اللي هي شهريا 8 محاضرات شهريا، محاضرتين في الأسبوع، مدة المحاضرة هي ساعة، مدة المحاضرة ساعة، بحيث أنت تختار لك يومين في الأسبوع، ساعة تكون كل محاضرة وبسعر مناسب. وأشرب بكم تكون عن طريق الأنترنت وجه لوجه مع الطالب، وأنت تختار التطبيقات اللي هي الزوم أو الواتساب أو السكايب أو الإيمو، زوم، واتساب، سكايب، الإيمو، وأني تحت أمركم. وموجودة حتى في هذا الفيديو موجود رقم الهاتف الواتساب بخصوص أو الاستعلام بخصوص الدورات والمحاضرات الموسيقية. الشرف بكم، مع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.